يا سلام، أبدو جميلة اليوم، لكن حاجبي يبدوان فوضويان. انظري لهذه الوحوش المشعرة، وجدتها، سأقوم بترويضها الآن. أوه، العلبة فارغة؟ لا يمكنني الخروج بهذا الشكل، وليس لدي وقت للذهاب إلى الصالون. يجب أن أعالج المشكلة بطريقة ما. هيا ترتبي، تعدلي. هل كل شيء على ما يرام؟ هذا أسوأ يوم في حياتي. ماذا؟ انظري إلى حاجبي. يا لك من متشاكيتين يا بيلا. هل تعلمين أنه يمكنك استخدام جل الألوفيرا؟ خذي، جربيه، سيعمل مثل السحر. نبتة؟ لكن كيف؟ ضعيه على حاجبيك، هيا. أنا مستعدة لتجربة أي شيء في هذه اللحظة. مرري فرشاة الحواجب على الجلد، ثم مصدي شعر حاجبك بهذه الطريقة. سيجف وسيكون شفافاً، لا تقلقي. لا تنسي تمشيط الحاجب الآخر. جل الألوفيرا يصنع العجائب بالفعل. انظري للفرق الكبير. لقد أنقذت يومي بادي. لن أشتري جل الحواجب بعد الآن. تبدين جميلة يا بيلا. قوة النباتات خارقة. هل هو خلف الباب؟ الحمد لله. هذا الفيلم مخيف. لقد نسيت موعدنا تماما. يجب أن أستعد بسرعة. لماذا لا أزال أحمل هذه العلبة؟ شعري الآن على رأس أولوياتي. لن يجف شعري بسرعة. سأجففه بينما أرد على كيفن. يجب أن أفرش أسناني. ألو؟ شعري مزعج. هل يمكنني استخدام علبة البرينجلز؟ بدلا من رمي هذه العلبة، حوليها إلى غرض جديد. لكن يجب عليك قطعها إلى نصفين أولا، ثم لفيها بورق ملون. اخترنا اللون البرتقالي. الآن ألصقي علاقي شفط عليها. الغراء الساخن هو الأفضل. ستصبح جاهزة حالما يجف الغراء. أنت على وشك إنقاذ يومي أيتها العلبة. استعدي لتجفيف شعرك بدون استخدام يديك. أتمنى لو أن هذه الفكرة خطرت لي مسبقا. لن يدخل شعري في فمي. أشعر بأني أبدو مثل عارضة أزياء. ألا يبدو شعري رائعاً؟ من الأفضل أن أستعجل. تبدو هذه الوصفات لذيذة. مرحباً بيتي، لدي مفاجأة صغيرة لك. لقد تذكرت عيد ميلادي. لنرى. يا إلهي، أنت أفضل صديقة في العالم. اللون الأزرق يناسبني، سأرتديها كل يوم. مقاسها مناسب تماما، لكن أشرطة حمالة الصدر تشوه مظهري. ليس لدي حمالة صدر مناسبة له. وجدتها. إن كانت أشرطة حمالة الصدر قابلة للإزالة، أوصل الشريطين معا في الأمام، ثم مرري الشريط فوق رأسك وضعيه خلف عنقك. والآن لم تعد مرئية. هذا القميص جميل كثيرا. ألا يبدو أكثر أناقة بدون أشرطة الحمالة؟ واو، يبدو وكأنه مصمم لك. كل ذلك بفضل ذوقك الأنيق يا بيلا، والقليل من السحر. تتوقين لحلوى صيفية؟ الحل عند صوفيا. إن الجو حار اليوم. إني أتعرق بشدة هنا.
يا فتاة هذا مقرف. أجل افعلي شيئا بشأنه صوفيا، هذا محرج جدا. لا بأس، أظنني أعرف الحل. فوطة إليك. شكرا لك. ماذا أفعل بها؟ ضعيها تحت إبطيك طبعا. كيف لم يخطر لي هذا من قبل؟ إن كان الجو حارا خذي فوطة رقيقة كهذه وضعيها تحت إبطك في البلوزة. أوه، لا تنسي الجهة الأخرى. انتظروني، انظري، لا بقع عند الإبط. أترين، ابقي الفوطة قريبة ولا تتعرقي. سعيدة جدا لأننا قررنا الاحتفال بعيد ميلادك في الخارج صوفيا. فيكي، أوه هاي، ماذا تنتظرين؟ تعالي هنا. أوك، إن سبق ومشيت على العشب بالكعب العالي فأنت تعرفين المعاناة. أشعر كأني أغوص في الأرض. كان علي أن أرتدي زحافا. لنرجع قليلا بالزمن. إن كنت لا تريدين التضحية بالموضة لأجل المرح، جربي لف قطعا من ورق الشمع حول الكعب. عند تثبيته ضعي الكعب على ورقة شمع أخرى. ضعي بعض الغراء على الكعب وحول قاعدته. بعد أن يجف أزيل الورقة لتحصلي على حامل للكعبة. انتبه أيها العشب، هذه الفاشونيستا قادمة. في المرة التالية التي تخرجين فيها مع صديقاتك تأكدي من أخذ زوجين من هذه في جيبك. ضعيها على كعبيك وامشي مرتاحة القلب. ترين، لا غوص هنا. بالمناسبة لباسك رائع يا فيكي. يا عيد ميلاد سعيد صوفيا. أوه هذا ظريف، عناق جماعي. عادة عندما تتحدثين على الهاتف ينصرف انتباهك عن المهمة الأساسية، حتى وإن كان الأمر بسيطا كوضع المكياج. ميا، لا أعتقد أن ذلك قلم تحديد الشفاه. ما لم يكن عيد الهالوين فقلم أسود على شفتيك سيفسد مظهرك بالكامل. ماذا؟ لا أصدق أنه قال لك ذلك. ما هذا؟ ماذا فعلتي؟ أو يا إلهي، كنت أعتقد أنه قلمي الأحمر. مهلا، لنكمل حتى النهاية. إن وضعت محدد شفاه داكن للغاية، جربي هذه الحيلة. بينما تطبقينه على شفاهك اتركيه يندمج مع لون أحمر الشفاه مثل ما تفعل ميا. هل رأيتي؟ يخلق ذلك تأثير اللون المتدرج. واو، يا لهذا المظهر الجريء. الطريقة المثلى كي يبرز مظهرك من بين الحشود. عندما يتعلق الأمر بالاستمتاع بالمكياج فالحوادث قد تتحول إلى نهاية سعيدة. يبدو أن ميلا حصلت لنفسها على موعد غرامي. أو إلى أين ذهب؟ أو أشعر كأن شفتي جافتان للغاية. سأبحث عن مرآتي هنا. أو شفتي شاحبتين للغاية. حسناً، هذا لن يفي بالغرض. هل حضرت معي أي أحمر شفاه؟ أوه يا إلهي، لقد نفذ مني. أجل، لا يوجد به أي شيء تقريباً. ربما يمكنني عصره قليلاً. أخ، لم ينجح الأمر. أرجوك. أوف، والآن ماذا يمكنني؟ شوكة؟ ربما هذه الشوكة يمكنها عصر ما تبقى من ملمع الشفاه. تمت المهمة بنجاح. عندما تكونين في ورطة ما عليك سوى النظر من حولك للعثور على مساعدة إضافية. أوه أجل، هكذا أفضل بكثير. هاتين الشفتين الجميلتين ستجعل حبيبك يسرع لقبلة المساء. حسناً، عن ماذا كنا نتحدث؟ عند الأكل في العلن لابد من الأداب والإتيكيت. تبقين دائماً المنديل على ملابسك ولا تتجرئين على الأكل بيديك. أوبس، يفضل أن أخذ هذه القطعة. وتذكري أن تبقي فمك مغلقاً عند المضغ. أجل، لقد أكلت لتوي البطاطا المقلية بالشوكة. أنا في
في مطعم فخم ولا يمكنني الصراخ بصوت عال، لكن الأكل في المنزل قصة أخرى تماما. إنه وقت تختفي فيه الآداب ولا وجود لمصطلح الإفراط في الأكل. طبعا يمكنك حتى البدء بالحلوى قبل العشاء، ما من أحد هنا ليقول لك لا، إذن لم لا؟ أجل، هذا ما أقصد. سيفوتك نصف عمرك إن لم تجربي غمس البطاطا المقلية الساخنة في آيس كريم الفانيلا. آمل أنك غسلت يديك قبل هذا. الأكل في المنزل يعني الإكثار من الأكل، وإيميلي بطلة في هذا المجال. صحتين يا فتاة، صحة وعافية. وما نفع المنزل إن لم يمكنك التمدد فيه؟ سواء كنت ترتدين الشورت أو حتى في ملابسك الداخلية، يمكنك الجلوس أينما تريدين. لا خجل على الإطلاق في طريقة جلوس أوليفيا. أجل، هذا هو الكلام. أين غير هنا بالطبع؟ يمكنك التحقق من بريدك الإلكتروني بالمقلوب. أوه، تقريباً عطست. كان هذا قريباً.